نريد التفسير تاع المشكله. زوج خوتي متخاصمين هذه واحد المده، وصلوا لواحد الدرجه ديال العداوه كبيره. انا اخوهم الكبير بغيت نصلح بيناتهم ولكن ما بغوش يصطلحوا، هو اسمه تقول الشريعه في ذاك الشيء. انت اللي عليك هو دير المجهود وتصلي وتدعي لهم الله، وتحاول تكذب على هذا وتكذب على هذا، شي كذب ماشي. خوك راه ان شاء الله تبارك وتعالى راه نادم على الشيء اللي قال وراه باغي يصلح، وتمشي عند الاخر خوك تبارك الله راه نادم وشحال مكى وراه يتمنى تولي له، اقبض هذا بوحده وغسله مليح لو كان شي خوك وشحال مكى البارح. هو بكى على الفلوس كاع راه تبكى شي نهار، وكان شو شحال مكى بكى عليك وكذا ومنا وكذا وكذا. ولا كانت القضيه قضيه فلوس، عنده مشكل فلوس والده، الا عندك شي فليسات وبغيت تصلح ادفع ادفع، لان هذا العمل ماشي صحيح. ادفع ادفع ودي الناس المزيانين وزيد استمر حتى يجيب الله الخير، ولا ما جابش انت راك دير اللي عليك، ما عندك ما دير. هذه التاليه ان شاء الله.